للحديث حول هذا الموضوع بشكل أوسع ينضم معي من عرار الأستاذ عادل سلامة، مدير إدارة مكافحة العدوى بصحة الحدود الشمالية. أستاذ عادل مساء الخير وسعيد بوجودك معي في حلقة اليوم. مساء الخير أستاذ فيصل، وسعيد بتواجدي معكم وتحية للمشاهدين الكرام. في البداية نبارك لكم هذا التكريم والتميز أيضا في مكافحة العدوى لعام 2021. خلني أبدأ معك، كيف حصل المستشفى على المركز الأول في التميز في مكافحة العدوى لعام 2021؟ الله يبارك فيك أستاذ فيصل، والحمد لله على توفيقه. في البدء دعنا نذكر بشكل سريع عن أهمية مكافحة العدوى في المنشآت الصحية كوسيلة فاعلة للحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والممارسين الصحيين للحصول على بيئة آمنة موثوقة. ومكافحة العدوى هي عبارة عن حزمة من المعايير الهندسية والإدارية والطبية يتم تطبيقها داخل المنشآت الصحية بتعاون جميع الأقسام وتضافرها من مدير المنشأة الصحية حتى عامل النظافة للحصول على أفضل نتائج في مكافحة العدوى. بخصوص جائزة التميز في مكافحة العدوى لعام 2021، فقد أطلقت كما تفضلت الإدارة العامة لمكافحة العدوى بديوان وزارة هذه المسابقة، وتهدف إلى خلق أو إيجاد مراكز مرجعية رائدة في مكافحة العدوى تسعى من خلالها إلى رفع خدمات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية. وهذه الجائزة موجهة إلى مستشفيات وزارة الصحة. في العام 2021 تم إشراك مستشفيات القطاع الخاص. الحصول على الجائزة الحمد لله كان في البدء يعني قرار المشاركة، اتخاذ قرار مشاركة، بناء الفريق، إدارة مستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد، قسم مكافحة العدوى، إدارة مكافحة العدوى بالمنطقة بإشراف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، نقاشات، اجتماعات، اقتراحات لبناء ملف المشاركة، والحمد لله الذي احتوى على 6 مشاريع، منها مشروع الفايف اس وهو فلسفة العناية أو الاعتناء ببيئة العمل، وهو مكون من 5 خطوات تم تطبيقها في مستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد لرفع الجودة، وتم إقامة ورش عمل للعاملين لفهم هذه المشروع، كذلك مشروع تعقيم غرف العزل الآلي، كذلك مشروع تتبع وترصد العدوى المكتسبة في المستشفى إلكترونيا، ومشروع الاستخدام الآمن لأدوات الحماية الشخصية البي بي إي خاصة في جائحة كورونا، كذلك إنتاج الجل الكحولي بالتعاون مع الزملاء في قسم الصيدلة، ومشروع القفاز الجيبي تعقيم اليدين، ومعيار العمل الاجتماعي، وغيرها من المشاريع التي أهلنا على يعني على ضوئها إلى حصول على الجائزة والحمد لله. ما هي المؤهلات التي تم اعتمادها في التقييم أستاذ عادل؟ المؤهلات التي تم اعتمادها أو المعايير، بالإضافة إلى المعايير تطبيق المعايير الأساسية في المنشأة الصحية، يجب أن يكون هنالك جانب من التميز، جانب من الأفكار الجديدة، الابتكار الغير مألوف، بعد جديد، أفق جديد. على ضوئها كانت اللجنة المقيمة، وهي لجنة من ديوان الوزارة من أفراد ذوي تخصصات عالية في مكافحة العدوى، وعلى مدار عام كامل تم تقييم المشاريع في المستشفيات، فكان المعيار الفاصل هو التميز، وهو ابتكار أو أفكار جديدة في مكافحة العدوى تخدم المنشأة الصحية.